انا بتكلم تقول لي انت عندنا في القران بنقول قولوا 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 قولوا، طب احنا عندنا في الانجيل بنقول قولوا، يبقى انا حفظت معاديه وطبقنا الاثنين على بعض، مش يعني مش عيب. احنا عندنا من زمان في اولاد بيطلعوا روح المعلم عياد، ليه؟ لانه راجل معروف من زمان انه بيعلم بيأسس بيربي تربيه كويسه، اسسه صح يبقى هيتعلم صح.